طيب دكتور، ايه هنا يعني مواصفات مزيل العرق الصحي، وايه الفرق بين السبراي والبليه؟ وكمان في ناس برضو بتستسهل شويه بتحط بيرفيوم، ما بتحطش مزيل عرق. لا احنا بص، هو او شابه يعني. هو الصح صح ثلاث انواع. البليه الدواره اللي هي الرول اون، على فكره هي افضل حاجه في التاثير الرول اون، مع ان في ناس تقول لك لا ده بتقفل المسام، ما تقفلش المسام، ما تخافش لو عايز حاجه ما تقفلش المسام هاتها من غير المونيوم عادي، في انواع فري المونيوم، بس هي افضل حاجه يعني. هات حاجه بليه دواره ما يبقاش فيها المونيوم، ما يبقاش فيها برابين، انت كده ايه ممتاز. البليه الدواره من افضل الحاجات على الاطلاق، اولا بتتلامس مع الجلد مباشره، بتمتص اعلى حاجه في الامتصاص فيهم، مميزه جدا. وفي ماركات ما تجيبش حاجه بير سلم يعني، هات حاجه تكون ماركه معروفه بس، يبقى انت كده في الامان. كمان في بقى الاستيك العامل زي الصابون، ده بيقولوا احسن. لا بس الاستيك ما بيتوغلش بسرعه الرول اون، التوغل بتاعه او امتصاص الماده اقل، مع انه اغلى. بس الرول اون اسرع في الامتصاص او بيتغلغل في طبقات الجلد بسهوله. السبراي هو الافضل لو كام واحد في البيت هيستعمل، لان يعني الستيك او الرول اون ده حاجه شخصيه. انما مثلا لو رب المنزل او رب الاسره عايز يجيب حاجه للبيت كله ماشي، يبقى السبراي بقى، لان هيستعمل لكام شخص عشان ما يتنقلش من جلد لجلد. بالظبط بالظبط، هيبقى ده امن لو احنا استعملناه لكام شخص في البيت. طيب انا بقى لو انا عايز اختار مزيل العرق المناسب ليا اجيب ايه؟ اول حاجه تجيب المكتوب عليه ديودرانت، اللي هو مزيل رائحة العرق، مش اللي هو حاجة مضادة للتعرق، ده رقم واحد. تاني حاجة ان تحاول دايما تلاقي تركيبته ناتشرال طبيعية، زي اللي احنا قلنا لو في حاجة مثلا بزيت شجرة الشاي يبقى ممتازة قوي كمثال يعني. شوف تركيبته لو كلها حاجات طبيعية يبقى أفضل طبعا. طبعا خالي من الألمونيوم عشان تبقى أنت مطمن جامد، مع ان احنا قلنا ان مفيش أبحاث، بس عشان حتى ما تسدش المسام. وبرضو لو واحدة عندها تاريخ عائلي من الإصابة بالسرطان الثدي يبقى ممنوع أي حاجة فيها برابين طب أكيد. برضو لو هو خالي من الكحول يبقى تمام، لأن الكحوليات المفروض بتبقى تعمل حساسية لبعض الناس شوية. وتغمق، وده حاجة مهمة، ومش بتضيع الريحة. وحتة الغمقان دي مهمة، الكحوليات بتعمل اسمرار. لذلك دلوقتي في حاجات رول أون وحاجات زي ستارفيل مثلا اللي هو الرول اون، بتبقى حاجه تفتيح يعني متضاف فيها، يعني هو بليه هو بتاع مزيل عرق بس ضايفين ليها خلاصه عرق اسوس وحاجات اللي هي بتفتح البشره، فبتشيل العرق او بتخلصك من رائحه العرق، وفي نفس الوقت بتفتح المنطقه اللي تحت الابط. بس هي دي اشهر الحاجات. بس معلش، هنا البرفيوم ما بتشيلش رائحه العرق يعني او بتمنعه؟ لا بتعمل كمكمه اكتر. لا طبعا، عشان في ناس متخيل ان البرفيوم بيضيعه. لا مش بيضيع ريحه العرق. لا ما هو ريحه بيعمل العرق غريبه كده، ريحه العرق لازم حاجه تعمل زي ما قلنا كده، تعادل البي اتش بتاع طبقه الجلد عشان خاطر تقضي على البكتيريا، هي ده الاساس في الموضوع. زي ما قلنا العرق بيفرز بدون ريحه، اللي بيسبب الريحة البكتيريا اللي تحت الإبط والفطريات اللي بين منطقة العانة. لذلك عايز تتخلص من رائحة العرق بشكل مميز، استعمل مضاد بكتيري زي الفاركوسين، زي الفيوسي، زي الفيوسي كورت، قصدي من غير كورتزون يعني فيوسيدين أو الحاجات دي، بتستعملها لمدة أسبوعين صباحا، أسبوعين بس صباحا ومساء، هتقتلك البكتيريا دي. أو تستعمل حاجة من الحاجات الطبيعية اللي هي بتعادل البي اتش. بالنسبة لمنطقة الفطريات بين الفخدين العانة، لو في ريحة كريهة استعمل مضاد فطريات زي الديرماتين أو الدكتارين كريم لمدة أسبوعين صباحا ومساء، هتقلل بشكل كبير جدا موضوع رائحة العرق بين العانة. في ناس هتقول لك يا عم هنقتل كده البكتيريا النافعة ومش عارف ايه، احنا بنقول أسبوعين بس، احنا مش بنقول هنمشي عليه على طول. طبعا زي فكرة استعمال المطهرات عمال على بطال، اللي هي حاجات اللي احنا بنقول بلاش استعمال مضادات المطهرات عمال على بطال عشان ما تقتلش البكتيريا النافعة، بس استعمال لمدة أسبوعين لو ريحة كريهة قوي مش هيحصل حاجة يعني. يعني في أبحاث فعلا مثبتة إن البكتيريا هي المسببة لرائحة العرق الكريهة بين تحت الإبط وبين الفخدين بيبقى فطريات.